أنا أمي تزوجت واحد من قطر، لكن أول 3 أولاد لها توفوا، وكان اسمهم علي وجاسم وحسن. لما جابت الرابع اللي هو أنا، قالت أنا بسمي علي، وسمتني علي، وكانت تقول إنه إن شاء الله علي هالمرة يوقف، تعرف حركة الموت اللي شملت 3 قبلها، وفعلا سمتني علي وجاسم وحسن. كملت عليك من بعدك. إيه؟